تم استكمال إعداد مشروع قانون النقد والقرض والذي سيعرض على اجتماع الحكومة في الأيام القليلة المقبلة. وفي هذا الصدد يهدف التعديل لا سيما إلى تعزيز حوكمة بنك الجزائر وكذا استقلاليته وتوسيع صلاحيات مجلس النقد والقرض وتعزيز تشكيلته، وضع إطار قانوني يجبر البنوك على وضع قواعد الحوكمة وإنشاء لجان خاصة بالاستقرار المالي والرقابة الاحترازية الكلية، فتح نظام البنك البيئي المصرفي أمام البنوك الرقمية ومقدمي خدمات الدفع فضلا عن توسيع وسائل الدفع لتشمل النقود الإلكترونية، تكريس التمويل الإسلامي من خلال اعتماد البنوك والمؤسسات المالية العاملة في هذا المجال، وإدراج العمليات المصرفية الخاصة بالتمويل الإسلامي بالمنتجات والخدمات المصرفية معتمدة من طرف هيئة شرعية وطنية، كما سيسمح بإنشاء بنوك ومؤسسات مالية تمارس حصريا عمليات بنكية خاصة بالمالية الإسلامية. وأخيرا سيسمح التعديل بالتأطير القانوني للمكاتب الصرف.